تستغرب منها سبحان الله شو. إنا لله وإنا إليه راجعون. جوالي أنا؟ جوالي ما قفل كويس. إيش تبغى؟ مدير مين؟ إيش يبغى هو مدير؟ هات السلام عليكم. جوال يفتحه. آه فتح خلاص معلش. البث تمام تمام. هم يقولوا بغى البث. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب إذا مسجد ضرار لا يمكن الدلالة عليه. لو واحد قال لك فين قبر الولي الفلاني تدل عليه؟ لا. قال والله مصدع وأبغى سجارة وين يبيع الدخان تدله؟ ها؟ لا يمكن. لو تدله أنت شريك معه في الإثم نسرعه في السنة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مس الضرار. قال لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى. أي مسجد أسس على التقوى؟ كل مسجد أسس على التقوى نقوم فيه. وكل مسجد أسس على هذه الأمور التي كانت في مسجد ضرار والله ما نقوم فيه. مفهوم؟ لهذا من يريد يبني مسجد لابد أنه قبل أن يبني المسجد إيش نتفاهم على من يا أم الناس وماذا يكون في هذا المسجد. ممكن يكون مسجد ضرار صح؟ أي نعم. طيب باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لماذا؟ لأنه فيه تقوية للمشركين. والله سبحانه وتعالى يقول ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. كيف تكثر سواد أهل الباطل؟ وبعض الطلاب هدانا الله قال أنا أدرس عند فلان النحو. لماذا؟ قال والله يعني هو يدرسني نحو وعقيدته قال عقيدته عقيدة الضلال والكفر. كيف تدرس عنده؟ كيف تكثر سواد أهل الباطل؟ ما بقي الآن في علماء أهل السنة من يدرسك النحو صح؟ ولعله يدس لك السم في العسل وستتأثر به. ما يمكن. واغترار الناس بهذا الفعل لأن من رأك تذبح جاء ويذبح. مفهوم؟ أي نعم. إذا ما يمكن نكثر سواد أهل الباطل. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. طيب ها يا شيخ الآن لا سؤال جديد. النذر قال النذر هو العهد والإلزام وإلزام المكلف نفسه شيء غير واجب غير واجب عليه. يعني هذا صيام غدا إيش حكمه؟ مستحب يصوم يوما في سبيل الله تمام. أو يوم الخميس الخميس القادم حكمه مستحب صحيح. فهل يجب عليه صيام يوم الخميس؟ لا. لو قال لله علي نذر أن أصوم يوم الخميس أصبح إيش؟ أصبح الصيام في حقه وألزم نفسه بشيء لا يجب عليه. فالنذر أخواننا انقسم إلى قسمين: نذر لله ونذر لغير الله. النذر لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. قال لماذا وأنتم تقولوا أن الأحكام أحكام النذر متقاربة جدا من أحكام اليمين والحلف بغير الله الأصل فيه شرك أصغر وقد يصل إلى الأكبر. ولهذا الفقهاء في كتب الفقه يقولوا باب إيش الأيمان وإيش والنذور صح. لماذا مع بعض؟ قال لأن أحكامها متقاربة حطوها في باب واحد حتى يريحوك. طيب لكن قال لا هو ما نذر لهذا الولي إلا وهو يعظم كتعظيم الله شرك أكبر. مفهوم؟ إذن النذر كالحلف في بعض الأحكام وبعض الأحكام ليس كالحلف. هو النذر لغير الله شرك أكبر. النذر ينقلنا ينقسم إلى قسمين لله ولغير الله. النذر لله ينقسم إلى قسمين عام وخاص. عام وخاص. العام يدخل تحت كل مسلم لأن المسلم عندما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله كان كالناذر إيش؟ كأنه ينذر إيش؟ الطاعة ويترك إيش؟ المعاصي. ومنها قول الله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ما نذروا لكن عندما أحرم الإنسان يحرم. الآن أنت
عندما تحرم بحج وعمرة تكون كالناذر، ما تستطيع بعد أن تحرم تقول والله ما أريد الإحرام، صح؟ هذا قال كالناذر إتمام الحج والعمرة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. مفهوم يا أخي؟ هذا يسميه العلماء نذر عام، يعني يدخل فيه تحت كل مسلم دون أن يتلفظ بالها. الثاني نذر إيش؟ خاص، هذا نذر بلفظ، يقول لله علي نذر أن أصل رحمي، أن أقتل فلان مثلا، خلاص تمام. هذا النذر ينقسم إلى قسمين حتى لو طولنا حتى تفهم، قبل التلفظ وبعد التلفظ. جاءنا هذا الأخ وقال أنا ما نذرت، أريد أنذر أن أصوم الاثنين والخميس. نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير، يعني ما يقدم ولا يؤخر، وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل ما يطلع شيء وعنده عجوز مريضة ويقول لي لا على نذر، لو شفى الله هذا العجوز أذبح بقر. هو يعرف أنه ميتة ميتة، يعني فيها كورونا وفيها كذا، أقدر الله سبحانه وتعالى أن هذا العجوز ها تكون صحيحة. يأتي يسأل قال والله نذرت كذا، هذا هو إنما يستخرج به من البخيل. يا أخي تريد تتصدق تصدق، كأنك تقول يا قل يا ربي لو تعطيني أعطيك، ما تعطيني ما أعطيك، أعوذ بالله. مفهوم؟ إذن هذا قبل التلبس بالعبادة. نقول لا تنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه نذر، ولو كان خيرا لسبقون إليه. انتهى؟ هذا إيش؟ هذا قبل في السلام. لكن جاءنا الشيخ محسن وقال أنا نذرت، إيش أصنع؟ أنا نذرت. والنذر شديد، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، مفهوم؟ نعم نذر. نقول أنت الآن يجب عليك إما الوفاء أو تحنث ترجع في نذرك، وإذا رجعت في نذرك عليك إيش؟ كفارة يمين. وهذا ينقسم إلى أقسام، نذر الطاعة نقول يجب الوفاء ويحرم الحنث، ولو حنث عليك كفارة يمين. لو قال لله على نذر أن أصل رحمي، أن أتصدق، أن أصوم اثنين وخميس، قل لازم تفي بالنذر. مفهوم؟ نذر المعصية عكس الطاعة، يحرم الوفاء به ويجب عليه الحنث، وإذا حنث عليه كفارة يمين. ما هي كفارة اليمين؟ سؤال سهل بسيط جدا. كفارة اليمين يا إخواننا، إنا لله كفارة اليمين، بسم الله، أوقف، يصوم ثلاثة أيام، أوقف، خطأ، خليك واقف، خليك واقف. نعم، يقول الصوم ثلاثة أيام خطأ. نعم يا أخي، أوقف. إطعام عشرة مساكين، أيوة، لا واقف واقف خطأ، خليك واقف. نعم يا أخي، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم خطأ، خليك واقف. من جديد، يلا قول من جديد، إيش؟ إطعام عشرة مساكين أكسوتهم أو تحرير رقبة مسلمة خالية من العيوب الضارة بالعمل، بس خليك واقف خطأ، أو صيام خطأ، خلاص خليك واقف. يلا يا شيخ، بسم الله، لا لا يعني غيرت الآن الفتوى، خليك واقف. نعم، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مسلمة خالية من العيوب الضارة بالعمل. نقول اختار واحد من ثلاثة إلا تريد، إما تطعم عشرة مساكين ربع كبسة مثلا وجبة غداء عشاء، أو كسوتهم تعطي كل واحد ثوب، أو عتق رقبة مسلمة خالية من العيوب. ما استطعت على واحد من الثلاثة تنتقل بعد هذا لإيش؟ خطأ. تقول الصيام يا أخي، والصيام ثلاثة أيام متتابعة متتالية، مفهوم الشيخ؟ أنا أريد بهذا أن نتعلم أننا لسنا أهل للفتوى، صح؟ صح؟ تمام؟ موقع أنت؟ أجلس، تمام. طيب، نعم، أخذنا النذر. طيب يا شيخ اسمع السؤال، يقول قال بعد باب النذر قال باب من الشرك
باب من الشرك النذر لغير الله، باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر، سبحان الله، يوفون بالنذر في من؟ في أهل الإيمان. والباب من الشرك خاطا من بعض النسخ، ايش تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما يخطئ؟ يخطئ النسخ يا أخي، ها ما رأيك؟ أوقف، يقول لا ما في خطأ. نعم بين لنا. باب من الشرك أول، المؤلف يدرب الطالب، يدربك الآن، ما يريدك تفتي لكن يريد تتعلم الأحكام تضبطها. طالب علم لازم يحدد شرك أكبر شرك أصغر، ما يقول حرام تحدد لنا صغيرة كبيرة، شرك أكبر شرك أصغر. ما يصح عندنا أن تقول إيش شرك خطأ، تقول شرك أكبر أصغر، مفهوم؟ نفاق تسكت خطأ، نفاق أكبر اعتقادي نفاق أصغر. باب من الشرك يعني الأكبر. فالمؤلف أحيانا يذكر لك باب من الشرك، وأحيانا يحدد لك أن الشرك الأكبر، فقال باب من الشرك يعني الأكبر النذر لغير الله، تمام. والدليل في وصف من؟ أهل الإيمان، قال يوفون بالنذر. نعم يا أشياء، هو ذكر في المسائل، لو تقرأ في المسائل جزاك الله خير، لو تقرأ في المسائل قال إذا ثبت كون النذر عبادة لله فصرفه لغير الله شرك أكبر، وبضدها تتبين الأشياء. يوفون بالنذر مدحوا لأنهم أتوا بهذه العبادة، فصرف العبادة لغير الله شرك أكبر، وانتهى الموضوع، مفهوم؟ دقة فقه المؤلف رحمه الله. طيب، إذن ذكرنا النذر، وذكر أيضا عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا، أي منزل، أي مكان تنزل فيه، في مسجد، في بيت، في كهف، في وادي، في بحر، فقال كلمات يسيرة لكن إيش ثمرة عظيمة، فقال أعوذ ألتجئ وأعتصم بكلمات الله، إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وجه الله اللائق به سبحانه وتعالى، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني من شر كل مخلوق، كورونا صح، حيات، أفاعي، جن، أي شيء، قال لم يضره شيء، يشمل كل شيء حتى يرحل من منزله ذلك، سبحان الله. ليش؟ قال لأنهم كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزل يستعيذوا بالجن أهل المنزل، ماذا حصل لهم؟ زادوهم رهقا خوفا على خوفهم، الجزاء من جنس العمل، مفهوم الشيخ؟ أي نعم. طيب، تقول هذا الدعاء قال لا يضرك شيء، قال القرطبي رحمه الله وقد جربت ذلك، يقول أنا مجرب، وعندنا يقول اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، قال وقد جربت ذلك حتى إني دخلت إلى منزلي ذات يوم ولم أقل فلدغتني عقرب، مفهوم؟ تمام. المؤلف في المسائل هنا في هذا الباب قال فيه أن العلماء يستدلون بهذا الحديث على ماذا؟ على أن كلام الله غير مخلوق، سبحان الله، قوة استنباط. كيف؟ انتبه معي، أي إنسان ينكر كلام الله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ تقول تعال تعال، إذا خفت نزلت منزل إيش تقول؟ إيش يقول؟ أقول أعوذ بكلمة الله. نقول الاستعاذة هنا بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك إيش؟ لابد يقول أكبر. إذا تقول أنه كلام الله مخلوق أنت مشرك شرك أكبر، أنك استعذت بماذا؟ بمخلوق. ولو تقول أنه كلام الله صفة من صفات الله وصح الاستعاذة بالله وبأسمائه وصفاته فأنت موحد تثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ العلماء يستدلون بهذا الحديث. عندنا
في الرد على المخالف في أدلة أحيانا قوية يحتاجها المناظر عندما يناظر، منها هذا الحديث في من يقول إنه كلام الله مخلوق. من يقول كلام الله مخلوق، نقول إذا يقول كلام الله مخلوق يعني الشمس مخلوقة صح، والقمر مخلوق، وإذا قال القرآن مخلوق هل نأخذ أوامر من الشمس؟ لا، إذا ما يمكن نأخذ أوامر من القرآن صح. الذي يقول أن القرآن مخلوق هذا معناه أنه مثل الشمس ومثل القمر، إذا ما يمكن نأخذ أوامر من الشمس والقمر ولا من القرآن، هذا اللي يقول كلام الله، فهذا ما هو الأدلة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني في أوامر وفي نواهي، هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ ولا يمكن أن يوصف الله سبحانه وتعالى بصفة نقص. كيف أن الله سبحانه وتعالى يعطي المخلوق صفات كمال؟ ولو عندنا مخلوق مثلا لا يتكلم هذا إيش؟ نقص. كيف يعطي المخلوق الكمال ويكون الرب ناقص؟ ما يمكن سبحانه وتعالى، الله عما يقول، مفهوم يا أخي؟ إذن العقل يرد، والكتاب والسنة يرد، إجماع الأمة يرد هذا، مفهوم يا أخي؟ لابد أن نثبت لله سبحانه وتعالى صفات الكمال، وننزه الله سبحانه وتعالى عن كل صفة نقص وعيب. تمام، هذا القسم الثاني، تفسير التوحيد باختصار.